في البداية الأسبوع اللي فات لما استضفناك وليد مباشرة بعد الحلقة يعني عملت حالة ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش لقيت هذا الأمر؟ كيفاش عشت وليد؟ بدأوا يعيطوا لي كما نقول فاتت 48 ولاية من فرنسا من عيطوا لك حتى من الخارج؟ عيطوا لي وصلوا عليا يطعم الصحة. وش حسيت؟ حسيت بروحك ماكش وحدك في الدنيا. صح؟ فرحت بزاف. وفهمتك وليد عرفوك وليد. قالوا لي كاع بكيتنا. قلت لهم من الغانم ماشي. وكنت سمع انه معالي الوزير يتصل بك ويكرموك ويعطوا لك السكن. ما كنتش تسنى فيها. شكون اول من اتصل بك؟ كيف التليفون شكون اللي اتصل بك؟ من السلطات المحليه. لا لا تما نقولوا له البارح جا المطار. ايه؟ جا حوس عليك؟ جا على 5:30. جا شافوا ومن بعد البارح عيطوني. المير جا لك للدار؟ ايه للدار. جا عندك للدار؟ ايه. كانت الساعة 5:30؟ ايه. تاع العشية؟ تاع العشية. واش قال لك كي جا لعندك؟ جا شاف، جا وشاف الدار كيف عايش؟ ايه. اتصلوا بك ونقولوا انه هذا هو السكن، هذه هي لاتستاسيون اللي مدوها له، مدها له معالي الوزير، والحي حتى الحي راه مثبت هنايا 636 لوجمون في درقامه، طاولك في درقامه. يعني قريب راح يولي تكون في درقامه.